خلينا نروح ونقول ان السوشيال ميديا كالعاده بتحرك الانظار، ممكن بعضها يكون صح وممكن كمان البعض يكون يعني مش مظبوط او يكون الكلام غير مدقق، دايما في تضخيم كده نلاقيها في الصوره ومبالغه في التناول، وناس تاخد خبر واحيانا الناس ما تبقاش عارفه اول الخبر ايه، انت عارف نوعيه الناس اللي هو يبقى قرا العنوان وبعدين يضيف رايه هو مش عارف محتوى الخبر ايه. خلينا نقول ايه الموضوع اللي عايزين نتكلم فيه، اللي حصل في المتحف المصري الكبير اللي انتشر فيديوهات كتيره جدا للمطر اللي موجود في بهو المتحف المفتوح بمنطقه تمثال الملك رمسيس، وناس كتير الحقيقه شيرت الفيديو ده اللي حضراتكم شايفينه على الشاشه، وقالوا الحق المتحف بيغرق، المتحف سقفه بيسرب ميه، ومحدش عارف ولا عنده اي معلومه او حقيقه ايه اللي حصل، وطبعا تعليقات وزياده وكلام مش منضبط ابدا. ردت عليه الحقيقه وزاره السياحه والاثار اليوم ببيان اوضحت فيه حقيقه الفيديوهات اللي حضراتكم شايفينها وطبيعه تصميم المتحف، واكدت ان وجود كافه التجهيزات اللازمه لتصريف المياه، علما بان الساحه المفتوحه لا يوجد فيها معروضات وهي ليست قاعة عرض أصلا، هي مجرد ساحة مفتوحة. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل، زي ما أنتوا شايفين ساحة مفتوحة باينة جدا، وزي ما أنتوا شايفين مش معقول اللي عمل هذا المكان الكبير العظيم المتحف اللي هيبهر العالم وبيبهر العالم بأول طلاته أنه ما يكونش فيه دراسة لكل اللي موجود فيه. خلينا ندقق في المعلومات ونسأل أكثر في التفاصيل دكتور عيسى زيدان مدير ترميم أثار المتحف الكبير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، وكل سنه وحضرتك طيبه وبخير ومصر بخير يا رب. كل سنه وحضرتك بألف خير. مع الصوره اللي كانت على الشاشه معانا واللي فيها الفيديوهات اللي ممكن نرجع ليها دلوقتي تاني، والفيديوهات اللي بتتكلم على الميه وانه الحقوا المتحف غرق وشويه التعليقات اللي غير منضبطه، واحنا شايفين ان الميه خلاص بتنشف وانه تم التعاون معاها، كلمنا عن هذا الموضوع والبيان اللي اصدرته وزاره السياحه والأثار. استاذ شبكي خليني في البدايه بس اقول لحضرتك ان التصميم الفائز بالمتحف المصري الكبير اللي هو التصميم الايرلندي ده كان من ضمن 1500 تصميم عالمي للمتحف المصري الكبير طبعا، وكان بيحكم من قبل لجنه عالميه من افضل المعماريين في العالم برعايه اليونسكو. المتحف ده تصميمه بيعتمد على اساسي اللي هو كتلتين، الكتله الجنوبيه اللي هي فيها مبنى المتحف اللي هو الدرج العظيم، القاعات توت عنخ امون، القاعات الرئيسيه اللي هي مثقفه بالكامل ومفيش نقطه ميه بتنزل فيهم. الكتله الثانيه اللي هي جهه الشمال اللي هي مركز المؤتمرات والمنطقه التجاريه، ودي طبعا مثقفه بالكامل. الفراغ اللي بين الكتلتين دول هو البهو العظيم او البهو المفتوح. البهو اللي نزلت فيه الميه. اللي نزلت فيه الميه. ده بهو، وده معتمد على انه بهو او مكان فراغ مفتوح، وتم تغطيته بالواح من الالومنيوم عشان اشعه الشمس تمام. المفتوح الوحدات الالومنيوم دي مفتوحه تسمح بدخول الهواء عشان عمليه التهويه وعمليه ايه التنفس داخل البهو العظيم تمام. هل زي ما حضرتك قلت إيه؟ هل الشركه المنفذه وهي افضل شركه بلجيكيه مصريه اللي هي بي 6 اوراسكوم كانت عاجزه ان هي تغطي السقف؟ بالطبع ده في التصميم الاساسي، لو تم تغطيه السقف ده تحصل كارثه كبيره جدا اللي هو الاحتباس الحراري اللي ياثر على سلامه المنشا صحيح. ياثر على سلامه الزائرين، ياثر على الاثار أكيد. الاثار اللي في البهو برضو يا استاذ شفقي عشان برضو حضرتك تبقي معانا في الموضوع، ان تم اختيارها بعنايه شديده جدا. طبعا بهو كبير 7200 متر مربع، التهويه فيه طبيعيه، تم اختيار اثار بعنايه جدا تمثال الملك رمسيس اللي هو من 1955 ل 2006 في ميدان التحرير تمام من الجرار تمثال لملك وملكه اللي هم الاف السنين في الميه المالحه في الاسكندريه. تم اختيار هذه الاثار بعنايه، الاثار لم تتاثر على الاطلاق بداخل البهو العظيم. الشيء الاساسي برضو اللي احب اوضحه ان بعد 30 ثانيه بتاع 30 دقيقه بالظبط مفيش نقطه ميه كانت موجودة في البهو في شبكة صرف أكيد، وحضرتك وانت بتتكلم هنشوف تاني المية وتدويرها في الزراعات. وحضرتك وانت بتكلمني أستأذنك يا دكتور، عندنا ثلاث بحيرات صناعية داخل البهو العظيم فيهم المية، المية ما بتتقطعش منهم،
فالناس اعتقدت ان المياه ما اتصرفتش وان المياه ما زالت موجوده. لا طيب تمام، خلينا هنا ناكد لان مش كل الناس يا فندم زارت المتحف طبعا، وانت عارف بالضبط. الناس اللي بتتكلم على السوشيال ميديا احيانا في ناس بتتكلم دون معلومه، فحضرتك هنا بتؤكد بان هناك اماكن فيها المياه نوع من انواع الجمال اللي موجود، فتصوروا ان المياه دي هي ممكن تكون تجميع للمياه اللي نزلت من المطر، فاحنا بنؤكد ان هي مش تجميع للمياه، المياه ليها صرف على خزان بيتم تجميع المياه واستخدامها في الزراعات اللي موجوده في المتحف، انما البحيرات اللي هي موجوده في العظيم ثلاث بحيرات حوالين تمثال الملك رمسيس امام الدرج امام المنطقه التجاريه، والمياه ثابته فيهم على طول ما بتتقطعش منهم، فده اعتقد الناس ان المتحف طبعا ما فيش صرف له وان المياه ما زالت موجوده، ولكن باكد لحضرتك ان بعد 30 دقيقه بالظبط ما فيش نقطه مياه في المتحف. اكيد، والصوره كمان بتؤكد زي ما حضراتكم شايفين على الصوره بانه ما فيش اي مياه موجوده في المتحف، والموضوع كله مدروس اكيد وبشكل علمي. دكتور عيسى زيدان مدير ترميم اثار المتحف الكبير، بشكرك شكرا جزيلا. هي فكره انه الناس طول الوقت تتكلم كتير دون معلومه، صدقوني الكلام ده بيهد مش بيبني، احنا عايزين نبني وهنفضل نبني.